السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أيام بسيطة شفنا فيديو لمنظمة الصحة العالمية بيوري الواحد إزاي يغسل إيديه بحيث يتجنب وجود الفيروسات، يعني بالصابونة تغسل إيديك كده، لأ لازم برضو بعد ما تخلص تغسل بين الأصابع وتخلل بين الأصابع وتغسل إيديك تقريبا في حدود 20 ثانية عشان تتأكد إن الفيروس تم القضاء عليه، مش مجرد كده وخلاص. فده فكرني بقصة عن ابن وهب بيقول لي انا كان قاعد في مجلس الامام مالك، وكان الامام مالك مشهور بالوقار ومشهور بان الناس يعني بتوقره جدا، فهو قاعد في المجلس ويعني ده فقير كبير جدا، سئل عن تخليل اصابع رجلين في الوضوء، يعني الواحد بايديه يخلل بين الصوابع بتاعت رجليه في الوضوء، فقال ليس ذلك على الناس، يعني ما سمعتش حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده. قال فانا سبته لحد ما الناس مشيت ورحت قلت له يا ابا عبد الله سمعتك تفتي في مساله تخليل اصابع الرجلين، زعمت انه ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنه. قال له ايه هي؟ قال له حدثنا ليس بن سعد، ليس بن سعد ثقه، وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي كلهم ثقات، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين اصابع رجليه، بيعمل تخليل للاصابع، فقال ان هذا حديث حسن وما سمعت به قط الا الساعه. وبعد كده ثم سمعته يسال بعد ذلك فيامر بتخليل الاصابع. في فائدتين حلوين قوي في الموضوع دوت. اول حاجه الادب مع العلماء، يعني هو عنده فضله علم فما عادش يتفاخر بيها على الشيخ بتاعه، استنى لما الناس مشيت وبينه وبينه راح قال له في حديث عندي اللي هو كذا كذا كذا. فالحاجة اللي بعد كده ان الامام اول ما سيب الموضوع دوت خلاص غير فتواه، اتنقل للحاجة الافضل. هل معنى كده الامام مالك كان غلطان في الاولانية؟ ما كانش وصل له الحديث، يعني ما فيش حد استوعب العلم كله، كل واحد نال جزء من العلم. فالامام مالك لما سمع الحديث دوت ولم يكن سمع به قبل كده خلاص بدأ يحدث الكلام بتاعه، يعني ممكن واحد يكون كده كتاب وفي بعض المراجع ما كانتش متوفره معاه، لما توفرت عرف ان في كلام اصوب من الكلام اللي قاله فبيرجع عن الكلام بتاعه. فزي ما انتم شايفين في ادب لطالب العلم وفي ادب للعالم ان هو يدور مع الدليل حيث دار، يعني ما يقولش لا انا قلت كلمه ومش هرجع قدام الناس اقول لهم لا في كلمه تانية احسن، فلا لازم يصلح الكلام بتاعه و يشوف الافضل اللي يفتي بين الناس ما يتبعش الهوى. والامام مالك كان بيقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر بعده سنن، الاخذ بها اتباع كتاب الله واستكمالا بطاعه الله قوه على دين الله، ليس لاحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها تبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيره. طيب وفي فايدة أخرى، رواه أحد الناس كان هو قريب من أحمد بن حنبل، فزمان كان كل واحد بيجيب مية وصب على أخوه، ما كانش فيه مواسير مية والموجود دلوقتي، والحنفية دي نسبت لمذهب الحنفي لأن أغلب المذاهب ما كانش بتقول الحنفية دي صح، فالمذهب الحنفي هو اللي أجاز المواسير والحنفية في التكنولوجيا الجديدة، بقية المذاهب كانت متوقفة بتدرس الموضوع. فاللي بيصب الماء على الامام احمد بن حنبل قال لك انا كنت لما حد يعدي كده اروح مغطي على الامام احمد، لان لو حد شافه هو بيتوضى ازاي هيقول له يحسن الوضوء، رغم ان هو كان يحسن الوضوء اكتر منهم كلهم. كان في ايه؟ في ان هو كان اقل استخدام للميه، كان اللي هي اللتر دي تكفيه، يعني هو ما بيسيبش الحنفيه مفتوحه، كان بيحافظ على الميه اسوه برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى كويس جدا وثلاث مرات لكل حاجه وهو بين الاصابع، ومع ذلك يقلل استخدام الميه، مش بيسيب الحنفيه مفتوحه، ما كانش في حنفيه، بس المقصد يعني ان اللي بيصب على الميه يقول له اقف شويه لحد ما اعمل ياخد حبه صغيرين يقول له صب بالراحه عشان ما نهدرش في الميه. الاسراف في الميه مكروه وغلط، حتى لو انت في البحر مكروه جدا ان انت تسرف في المياه. فكان الامام احمد بن حنبل يتوضى وتلاقي خلاص حبه ميه صغيرين، فلذلك يقول لك ان انت ال 20 سنه دول ما تسيبش الحنفيه مفتوحه، انت اغسل ايديك واقفل الحنفيه وتوضى كويس ال 30 ثانيه دول او ال 20 ثانيه دول وبعد كده اقفل الحنفيه.
على اساس لا تسرف في المياه، لان المياه دي من ضمن المشاكل الكبيره اللي هنواجهها. يعني الناس اللي موجوده في الخليج سهل يجيب لهم المي الاكل من كل مكان، يعني ما تفكرش ان الاكل هيخلص، انما المياه صعبه جدا، تكلفتها صعبه، فهيبقى في مشكله في المياه في المدن اللي مش على الساحل، زي مثلا الرياض. تمام، جدة هتبقى سهل جدا في محطات تحليه مياه، فسهل ان بس ان هو يقدر ينقل كميه المياه الكبيره جدا من جده للرياض هتبقى تكلفه جامده جدا. تمام، فنحاول نوفر في المياه، سواء المياه اللي احنا بنشتريها اللي هي معمول لها موضوع تحليه، او المياه اللي في الحنفيات، ونبدا نشوف ايه الحلول لتحليه المياه بحيث ان احنا نستمتع بالمياه. يعني موضوع تحليه المياه دي مهمه جدا، موضوع ان انت توفر مياه صالحه للشرب مهم جدا. تقريبا مفيش دولة عربية عندها المياه صالحة للشرب مباشرة، فلازم نشوف الحلول للموضوع دوت، ندرس الموضوع الحلول دوت، وربنا ييسر خير إن شاء الله، وربنا يعجل بالشفاء بإذن الله.